هذه عائلة من مدينة الرستن نزحت إلى القرى المجاورة. ليش نزحتوا من الرستن؟ نعرضونا بالدبابات، أخذونا الشجرتين الغاز فجروين، ضربونا الخزانات والبيوت وقت على العالم، ما في أكل ومع الزوط غلي. شو عايشين على خاطرك؟ عايشين والله بهالمدرسة، في بطلع شي 40-50 عيلة والله طلعت من الضيعة من الرستن من الضرب، صاروا يضربوا بالدبابات على الدور، وقعت شي 10 دور على عالم يعني هن قلبها. ايه طلعنا من تحت الضرب والله. هذا من وادي كلياته؟ ايه. طيب وين حشاك يا جوزي يا ولدي؟ والله جوزي له 4-5 أشهر ما بنعرف عنه شي، ما بنعرف عنه شي، وراح لي استشهدوا لي ولاد 2 شباب راحوا، وجوزي ما بعرف عنه شي. شلون عايشين هون؟ عايشين قاعدين بهالمدرسة، في عالم تجيب لنا هيك تتحنن علي لآخر هالليل لقمة أكل، ما عندنا شيء. عاجبكم هالعيش يعني هون؟ لا والله ما أنا عاجبتنا، شلون واحد تارك بيته وتارك داره، شلون عاجبتنا؟ ما أنا عاجبتنا. طيب هلا الوضع الإنساني هون كمجمل شو رأيك عم تعيشوا؟ في منظمات عم تساعدكم ولا الأهالي عم تساعدكم ولا شو؟ والله من هالضيعة ما بنعرف، في عالم هيك بتتحنن علينا بلقمة أكل بشغلة بعملة بس هيك يعني شو الإنسان إذا تارك بيته وتارك ضيعته ومشتت شمله شو يعني شو بده يكون وضعه؟ طيب شو بتوجه كلمة لي بالشعر الأسود؟ والله أنا مالي طايق ولا بالشعر الأسود ولاني حابته بنوبله بالشعر الأسود وما عاد حدا يحبه. بالشعر الأسود استعرض سنتين حتى يخلص دورته، كان نظام بيتم كرئيس دولي من السنتين 2014. طب خلينا نتم سنتين استناه وبعدين نشوف اصلاحات بهول السنتين، وبعد سنتين نختار حكومه جديده ولا يعني هسه بده يضل سنتين ان شاء الله ما يضل ولا شب بهالدنيا وما يضل ولا زلمه بهالدنيا. ليش هسه بده يضل سنتين؟ ليش هو ترك هالسنتين ويمشي؟ يعني هو بده يعني لاحق الميت على كفنه خلص يعيف هالسنتين، إذا استنى سنتين لحتى يدشي. في بعد كم من نهار بدي يساوي استفتاء على الدستور الجديد، تقدر تروحي تستفتي على الدستور؟ شو شكله هذا الدستور؟ أنا أمية ما بعرف لا بالدستور ولا بعرف. هذا الدستور عبارة عن كتاب مسويين منه كتاب، ونحن بنصور عليه، بنطلع تصوير عشان الشارع أنا ما بدي بالشارع الأسود، لا بدي كل شيء بجيب لي فيه بالشارع الأسود. مع الطايق ولا طايق أسمع اسمه ولا طايق أسمع باسمه خالص. وما عاد حدا يحبه، الطفل اللي عم يرضى على صدر أمه مع الطايق. الطفل الرضيع على صدر أمه مع الطايق. أنا ما عاد إنسان بهالحياة، ما عاد إنسان بهالدنيا وربه. راح شباب كثير وراحت عالم كثير. خربت بيوت العالم، بيوت العالم كلياتها انخربت، العالم كله بالدمار والله يا ابني. أنا رحلي شبيه، وأنا ما عم أحل صاحبتي وغراضة، العالم كله قلبها عم منزف دم. شباب كلها راحت، ما ضل شباب، ما ضل ظلم، ما ضل حدا. ما ضل حدا، حرام عليه، ماله عم يشوف. هو عم يأمر الجيش تنزل البيوت على الأطفال وتنزل البيوت على العالم. هو ما عنده أولاد، ما عنده أطفال. منهار عليه بشعبه هيك يصير فيه. الشعب السوري كانت الدنيا كلها تحبه، ما عاد حدا طايقه، حدا يسمع اسمه، ما ضل حدا. محروق قلبي محروق. قلبي مو بس قلبي، قلب كل الأمهات. قلب كل الأمهات محروق حرق. هو الله يحرق قلب أمه علي. هو ما له شايفنا شو عم يصير فينا؟ ما هو شايفنا؟ هو شايفنا. الله يدمره. شو بده يعرف؟
الله ريان يا عمره العالم شوف وجهي كلمه كلمه للعالم اقول للعالم للشعب السوري الله يحمي وللجيش الحر الله يحمي يا رب للجيش الحر الله يحمي الجيش الحر جيش بشار الاسد ان شاء الله ما بضل منه حدا ان شاء الله ما بضل منه حدا خالص بنوب لانه نهبونا بيوتنا وهدولنا ضيعتنا كلها هدولنا اياها وهدت البيوت على العالم وعلى الاطفال وعلى النساء كلها ما في ظلم ظلم ما في كلها اخدينا كلها اخدينا اللي مات واللي اخدوا ما في ظلم ما ضل حدا دمرنا ويدمروا ما أضل حدا ما أحبه ليش ما تحبه؟ ما رئيسك؟ لا ما أنا رئيسك وأنت ما تحبه بالشياء؟ لا ليه؟ شو بتقول بالشياء؟ شو قلت له تم ولا هو؟ يروح